الاقتصاد وتيماء حيدر. مساء الخير تيماء. مساء النور وفاء. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، بداية الأخبار الاقتصادية مع العناوين. اختتام اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك بالموافقة على استضافة دمشق لمؤتمر الطاقة العربي في 2024. وأعمال تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن تقترب من انتهائها مع حلول نهاية العام. أهلا بكم. أعادت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل افتتاح الموانئ البحرية كلها للملاحة والصيد في المنطقة الساحلية اعتبارا من صباح اليوم مع انحسار الفعالية الجوية واستقرارها. وكانت أعلنت المديرية إغلاق الموانئ البحرية كلها بوجه الملاحة والصيد البحري اعتبارا من ظهر الأربعاء أمس نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية. قامت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع نسب تنفيذ المشاريع الخدمية في حمص بجولة تفقدية للاطلاع على التقدم المحقق خلال النصف الثاني من عام 2021 ومراجعة المشاريع الاستثمارية غير المنفذة لتحديد الصعوبات التي تعترضها ومعالجتها. في إطار متابعة نسب تنفيذ مشاريع محافظة حمص بمختلف القطاعات وخطط العام القادم، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشاريع المحافظة اجتماعاً لتقييم واقع نسب الإنجاز، والتي وصل بعضها لنسبة تنفيذ 100% والبعض الآخر لم يتجاوز 50%. نسب تنفيذ المشاريع معظمها تقريبا 100%، إلا في بعض المشاريع فيها بعض الصعوبات كانت نسب التنفيذ بحدود 50%، وهذا بالتأكيد يعود إلى خلل أحيانا بالدراسة الفنية، أحيانا تحتاج إلى ملحق عقد بفروقات الأسعار أو غير ذلك. لكن نحن دائما نطلب من السادة المدراء تنفيذ ومتابعة أهم المشاريع ذات الأولوية والتي نسب إنجازها مرتفعة من أجل وضعها بالاستثمار. وزير الموارد المائية أكد على تنفيذ المشاريع المهمة للمحافظة لدخولها في الخدمة، مثل محطة الصرف الصحي والصناعي بمدينة حسياء والتي تبلغ طاقتها 5500 متر مكعب. تم الاطلاع على واقع العمل بهذه المحطة، وأكدنا على العميل في هذه المحطة على العمل الدائم لمعالجة المنصرفات بحيث أن تصبح صالحة للصرف إلى البيئة المائية أو إلى المجاري المائية. السيد وزير الموارد المائية طرح أنه نحن عملنا متابعة لبعض الجهات الحكومية وليس لكافة الجهات. حاليا بالاجتماع القادم رح ندرج كل الجهات الحكومية متابعة الموازنة الاستثمارية لها. جولة اللجنة الوزارية شملت زيارة المدينة الصناعية حسياء لتفقد مكان شركة الطاقات المتجددة، بالإضافة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بحسياء. كما زارت اللجنة مشروع ري الحولة ومقسم هاتف البياضة. احنا متواجدين بمنطقة مشروع ري الحولي، الحقيقة نقف على المصدر تماما اللي هو سد تلدو. هذا المصدر بيتفرع عنه قناتي ري، قناة تروي منطقة تلدو، القناة بي والتي تروي تلدو كفرلاها تلدهب. مجموع الأراضي المروية من هذه الشبكة الحقيقة 1236 هكتار. محطة طاقة الاستيعابية 5500 متر مكعب بتعالج الصرف الصحي والصناعي، ومساحتها 90 دنم، تبعد 4.5 كيلومتر عن المدينة الصناعية. تم إعادة تأهيل الطابق الأرضي من مركز البياضة ووضعه بالخدمة، وتم تركيب مقسم سيمينز بسعة 5000 خط قابل للتوسع ل 25000 خط. جولات مستمرة لتتبع واقع الخدمات في حمص والعمل على إنجاز كل ما هو مخطط للعام الحالي والبدء بتنفيذ مراحل جديدة للعام القادم. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص.
اختتم اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بموافقة الدول الأعضاء جميعها على استضافة دمشق لمؤتمر الطاقة العربي في عام 2024. واتفق وزراء الطاقة والبترول المجتمعون ومن بينهم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة على أن تترأس سوريا مجلس وزراء منظمة أوابك اعتبارا من كانون الثاني 2022 وحتى كانون الثاني 2023. كما وافق الأعضاء جميعهم على استضافة دمشق لمؤتمر الطاقة العربي في العام 2024 بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023. هذا وعقد الاجتماع 107 لمجلس وزراء منظمة أوابك لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة. في سياق منفصل، تتابع ورشات الصيانة بوزارة الكهرباء أعمال تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن لإنهاء العمل مع نهاية العام، تمهيدا لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة من الأردن عبر الشبكة السورية. هذا وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الخط يربط محطتي شمال عمان ودير علي، ووصلت نسبة إنجاز أعمال تأهيله إلى أكثر من 50% عبر كوادر وطنية ووفق برنامج زمني محدد بحيث تنتهي بحلول نهاية العام الجاري. وقدرت قيمة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالخط بنحو 5.5 مليون يورو. تركز اللقاء بين الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدير معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في روسيا الدكتور فيودور لايتلالا فوسكي والوفد المرافق حول التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري وتطور العلاقات السورية الروسية على مستوى حركة التبادل التجاري. كما تطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر الوزير الخليل أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات عالمية أيضا منها وباء كورونا وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرا إلى أهمية المراكز البحثية في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من جهة أخرى، أكد المصرف الزراعي التعاوني أنه سيقاضي أي معمل أو ورشة تحاول تقليد أكياس الأسمدة العائدة له وتضليل المواطنين بهذا الشأن، مبينا أن أكياس المصرف ممهورة بترويسة خاصة تحدد نوع السماد ووزنه وتاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية. وفي البيان الذي جاء على خلفية ضبط معملين لإنتاج الأسمدة الكيميائية في مدينة حسياء الصناعية لارتكابهما مخالفات بالإنتاج والبيع، أوضح المصرف أن أكياسه تحمل أيضا رقما للسجل في وزارة الزراعة ورقما للسجل الصناعي، داعيا الفلاحين للانتباه إلى منتجات المصرف الزراعي كونها مضمونة وخاضعة لجميع التحاليل واختبارات الجودة قبل توزيعها على فروع المصرف. رفعت المؤسسة العامة للأعلاف مخصصات قطاع الدواجن من المواد العلفية بإضافة 100 غرام من مادة النخالة لتصبح حصة كل طير 1300 غرام من المواد العلفية، وذلك في إطار دعم المربين في هذه الظروف الصعبة. هذا وسجلت مبيعات المؤسسة من الذرة الصفراء وكسبة الصويا لقطاع الدواجن رقما غير مسبوق بلغ 160 ألف طن بأسعار مخفضة بنسبة نحو 30% عن الأسواق، في حين بلغت مبيعات كافة المواد العلفية المخصصة لقطاع الثروة الحيوانية أكثر من 400 ألف طن، فيما وصلت كمية المشتريات إلى نحو 380 ألف طن. أخبارنا الاقتصادية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى السياسة مع وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك.